السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتكلم فيه عن المحاليل والغرويات. أولا، هل فكرت يوما في كم من العناصر التي تتكون من المخاليط في بيئتنا؟ طب ما هو المخلوط وما هي المحاليل وما هي الغرويات؟ في هذا الفيديو سوف نعرف ما هو المخلوط وأنواع المخاليط والمحاليل. أولا، المخلوط هو ناتج دمج مادتين مختلفتين أو أكثر مع بعضهم البعض، سواء كانت المواد من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. بمعنى إني بجيب مادتين أو أكثر من مادتين، المواد بتكون مختلفة مختلفة، يعني مش كلها واحدة، لكن ممكن تختلف في الحالة الفيزيائية بتاعتها أو النوع بتاعها. يعني مثلا بجيب مادتين صلبة، رمل وزلط مثلا، فهما مادتين مختلفتين لكن من نفس النوع اللي هي مواد صلبة، أو ممكن مادتين مختلفتين زي الرمل ومية، فكده بقوا مادتين مختلفتين من نوعين مختلفين. فالمقصود باختلاف الأنواع واختلاف الحالة الفيزيائية. المخاليط تنقسم إلى مخاليط متجانسة، ودايما بنعرفها بالمحاليل، ومخاليط غير متجانسة، وهي تنقسم إلى معلقات وغرويات. تنقسم إلى معلقات وغرويات، هنعرف الفرق بينهم، ولكن قبل ما نعرف الفرق بينهم نعرف إن الغرويات هي ناتج خلط المعلقات مع المحاليل. يبقى محلول مع معلق، الاتنين نخلطهم مع بعض بيديني مخلوط جديد اسمه غروي. يعني مخلوط عبارة عن محلول مع مخلوط تاني عبارة عن معلق، الاتنين مع بعض بيديني مخلوط جديد أو خليط جديد اسمه غروي. ازاي افرق بين المحاليل والمعلقات والغرويات بعين المجردة أو بالميكروسكوب الإلكتروني؟ أولا، المحاليل لا يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة أو بالميكروسكوب المركب أو المجهري اللي هو الضوئي. ده الميكروسكوب الضوئي، وده محلول ملح في مية. لا يمكن إن أنا أميز الملح في المية سواء بعين المجردة أو بميكروسكوب ضوئي. المحاليل زي ملح الطعام في المية أو السكر في المية أو كلوريد الكوبالت 2 في المية. أما المعلقات يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة، زي مثلا عندنا هنا في الكوباية ديت هنلاقي فوق هنا زيت معلق فوق المية، عشان كده بنقول عليه معلقات. هو الزيت متعلق فوق سطح المية فبنقول عليها معلقات. زي ملح الطعام في الكيروسين، ملح الطعام مادة صلبة، في الكيروسين مادة سائلة، مادتين مختلفتين من نوعين مختلفين. الملح ما بيدوبش في البنزين، ولا السكر بيدوب في البنزين مثلا، والزيت في المية. الغرويات يمكن تمييز مكوناتها بالميكروسكوب المركب فقط، لا يمكن تمييز مكوناتها بعيني المجردة، زي الأيروسولات وجل الشعر والدم واللبن. ممكن أسأل نفس السؤال هنا، هو اللبن عبارة عن غروي؟ يعني فيه مواد مختلفة من أنواع مختلفة؟ بدليل إن لو سبت شوية لبن على النار يغلون هلاقي إن حجمه قل، وده معناه إن كان فيه جزيئات مية اتبخرت. لو سبت شوية كمان هلاقي إن في طبقة من اللبن بدأت تتحرق تحت وممكن أشيلها بالمعلقة، فدي عبارة عن مواد كيميائية، بروتينات وكربوهيدرات وسكريات اتحرقت وكونت لي طبقة صلبة. يعني هي في الأساس كانت مواد صلبة، لكن نتيجة ذوبانها مع المية اتحولت لمادة سائلة، أو اللي هو المعنى الأصح اللي هو غروي. ازاي افرق بين المخاليط الثلاثة باستخدام الضوء؟ نلاحظ وتابع معايا. هنسلط ضوء على كوباية ماء فيها سائل مثلا، وفي حاجة دايبة فيه، جبنا زلال بيض اللي هو البياض بتاع البيضة ده، وبناه في مية. هنسلط كشاف ضوء عليها، هنلاحظ ان في ضوء بيطلع لكن مشتت، فده معناه ان ده بنسميه معلق. في الحالة ديت بيكون معلق، يبقى المعلق بيشتت الضوء
لكن ما بيمنعهوش ولا بيطلعه سليم زي ما هو. لكن لو جبناها مية حطينا فيها ملح اللي هو محلول ملح في مية وسلطنا الضوء، هنلاقي ان الضوء بيعدي الناحية التانية بشكل كامل. اما في اما هنا ديت غروي، لاحظنا ان مفيش ضوء بيعدي ولا بيحصل له تشتت، يعني لو سلطت ضوء على لبن مش هيعدي من الناحية التانية اساسا ولا هيحصل له تشتت. كده عرفنا الفرق بين التلاتة. نمسك بقى واحدة واحدة المحاليل. ايه هي المحاليل؟ او المحلول عبارة عن مخلوط متجانس من مادتين او اكثر، يعني دايما المحاليل مخاليط متجانسة. المحاليل دايما هي عملية، هي ضرورية في العمليات اللي بتحدث في الكائنات الحية اللي بنسميها العمليات الحيوية، واحيانا بتكون شرط اساسي لحدوث بعض التفاعلات الكيميائية. المحاليل بتتكون دايما من حاجتين، حاجة اسمها مذيب وحاجة اسمها مذاب. مذيب ومذاب. بنلاحظ لو بصينا ان قدامي ده عبارة عن محلول مثلا، هنلاقي ان المذيب هو المادة الموجودة بكمية اكبر في المحلول، المادة الموجودة بكمية اكبر في المحلول، اما المذاب هو المادة الموجودة بكمية اقل في المحلول. انواع المحاليل بتنقسم المحاليل حسب ثلاث حاجات. اول حاجة اسمها الحالة الفيزيائية للمذيب، المذيب اللي هو المادة الموجودة بكمية اكبر. تاني حاجة حسب قدرتها على توصيل التيار الكهربي. تالت حاجة حسب درجة التشبع. نمسك الحالات ديت حالة حالة ونشوف ازاي نفرق المحاليل بالنسبة لكل واحدة فيهم. اولا حسب الحالة الفيزيائية للمذيب، المذيب دايما هو المادة الاكبر الموجودة بكمية اكبر في المحلول، فهنلاقي المذيب عندي ثلاث انواع، يا اما غاز يا اما سائل يا اما صلب، يا اما غاز يا اما سائل يا اما صلب، اللي هم حالات المادة الثلاثة اللي معروفة بالنسبة لنا. هنلاحظ ان في حالة ان المذيب غاز بنقول على نوع المحلول محلول غاز، في حالة المذيب سائل بنقول عليه محلول سائل، في حالة المذيب صلب بنقول عليه محلول صلب. لكن بالنسبة لحالة المذاب هنلاحظ ان ممكن ادوب المذاب ايا كان حالته من الثلاث حالات في مذيب من الثلاثة. زي مثلا ممكن ادوب المذاب يكون غاز في غاز، بنقول غاز في غاز، المذاب غاز في المذيب غاز، زي الهواء عبارة عن غاز طبيعي، بخار مياه في الهواء، وهكذا. اما لو حالة سائل في غاز، المذاب سائل والمذيب غاز، زي خليط الجازولين مع الهواء. اما في حالة الصلب في الغاز، صلب في غاز، الصلب هو المذاب في غاز اللي هو المذيب، زي النفسالين في الهواء. اما اذا كان نوع المحلول سائل، في حالة الغاز في سائل، المذاب غاز والمذيب سائل، زي المشروبات الغازية لما باجي افتحها مثلا بتعمل صوت، عبارة عن صودا، الصودا دي غاز، زي الاكسجين الزايد في الماء. سائل في سائل يبقى مذاب سائل ومذيب سائل، زي الكحول في الماء والإيثيلين جليكول في الماء. صلب في سائل اللي هو المذاب صلب والمذيب سائل، زي السكر أو الملح في المية. أما إذا كان نوع المحلول صلب، ده معناه إن المذيب صلب، فهنشوف المذاب غاز في صلب، يعني المذاب غاز في مذيب صلب، زي الهيدروجين في البلاتين أو البلاديوم. سائل في صلب زي مملغم الفضة. صلب في صلب يعني مذاب صلب ومذيب صلب، زي السبائك، زي سبيكة النيكل كروم، بنسخنهم الاثنين مع بعض بيبقوا في حالة سائلة، بعد كده بنبردهم، بنقلبهم مع بعض هما في حالة سائلة، فبنبردهم بيديني سبيكة جديدة اسمها سبيكة النيكل كروم، بتبقى سبيكة صلبة جدا. وكده عرفنا أنواع المحاليل حسب الحالة الفيزيائية للمذيب. تاني حاجة حسب قدرتها على توصيل التيار الكهربي، بتنقسم إلى نوعين، حاجة اسمها المحاليل الإلكتروليتية وحاجة اسمها المحاليل اللا إلكتروليتية. محاليل إلكتروليتية، إلكتروليتية هي المحاليل اللي مكوناتها سواء محاليلها
أو مصهورتها بتوصل التيار الكهربي عن طريق حركة أيوناتها. ده معناه إن فيها أيونات حرة. يعني إيه؟ يعني لما المحاليل ديت أو المواد دي لما بتبقى لها محاليل أو أصهر المواد نفسها بيكون فيها أيونات أو إلكترونات حرة بتقدر توصل التيار الكهربي. ودي بتنقسم إلى نوعين، حاجة اسمها إلكتروليتيات قوية، وإلكتروليتيات ضعيفة. الإلكتروليتيات القوية هي اللي لها القدرة على توصيل التيار الكهربي بدرجة كبيرة جدا، لأن بنقول إنها بتكون مواد تامة التأين في المية. يعني إيه تامة التأين في المية؟ مواد تامة التأين في المية يعني مواد كل جزيئاتها بتتفكك إلى أيونات في المية. زي مثلا لو جبنا ملح ودوبناه في المية اللي هو مركب كلوريد الصوديوم، هو مركب أيوني، وهنعرف يعني إيه مركب أيوني بعد كده، ويعني إيه مركب تساهمي قطبي وغير ذلك. المركب الأيوني كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام بتاعنا العادي ودوبناه في مية، مجرد ما بدوب ملح الطعام في المية ما عدتش قادر أميز بينهم، فده معناه إن هو محلول متجانس. بيتفكك لأيوناته، أيونات الصوديوم لوحدها وأيونات الكلور لوحدها. الأيونات دي بتتفكك تماما بدليل إن أنا ما بلاقيش أي جزيء صوديوم كلوريد صوديوم موجود سليم في المية، ما بلاقيش حباية ملح في المية سليمة زي ما هي. ده معناه إن اتفككت كل الصوديوم أو كل الملح كل كلوريد الصوديوم اتفكك تماما في المية. المركبات التساهمية القطبية زي غاز كلوريد الهيدروجين برضه بتتفكك تماما في المية، لكل جزيئاتها بتتفكك في المية، فبتكون لها قدرة إنها توصل التيار الكهربي بشكل عالي جدا أو درجة كبيرة جدا. تمام؟ فمن هنا بنقول المواد تامة التأين هي المواد التي تفكك جميع جزيئاتها إلى أيونات عند ذوبانها في المية. نيجي بقى للإلكتروليتيات الضعيفة. الإلكتروليتيات الضعيفة هي بتوصل التيار الكهربي بدرجة ضعيفة جدا، لأنها بتكون غير تامة التأين في المية. يعني إيه غير تامة التأين في المية؟ يعني جزء صغير جدا من جزيئاتها هو اللي بيدوب في المية، مش كل الجزيئات بتاعتها بتدوب في المية. ودي زي حمض الأسيتيك اللي هو حمض الخليك بالصيغة بتاعته. تمام؟ لو جينا نشوف الحمض ده لما بيدوب في المية بنلاقيه إن هو بيتفكك للمركب ده كله كده على بعضه جزيء اسمه CH3COO، والH بتطلع لوحدها أيون لوحده. ففي عندي هنا مركب كامل اهو، لسه ده يعتبر مركب كامل. ال CH3COO ده يعتبر مركب كبير لسه ما تفككش كله في المية. ده غير ان مش كل الجزيئات اساسا اللي هي حمض الاسيتيك كلها والاسيتيك كلها بتتفكك في المية. زي هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ملح الامونيا برضو ما بيتفككش كله في المية، فبيكون نسبة توصيله ضعيفة جدا. كذلك برضو السكر العادي بتاعنا، سكر الشاي، ما بيدوبش كله في المية او بيكون ضعيف التأين في المية. ومن هنا ظهرت لنا المواد غير تامة التأين، وهي مواد اتفكك جزء صغير جدا من جزيئاتها إلى أيونات في ذوبانها في المية. أما المحاليل اللا إلكتروليتية، لا إلكتروليتية يعني ما بتوصلش تيار كهربي، وهي مواد لا توصل محاليلها أو مصهراتها التيار الكهربي، وده بيكون سببه عدم وجود أيونات حرة فيها. المحاليل دي ليس لها قدرة على التأين في الماء، ما بتتأينش تماما في المية، زي السكر والكحول الإيثيلي. نيجي بقى لدرجة التشبع اللي هو التصنيف الثالث للمحاليل. درجة التشبع المحاليل بتنقسم إلى ثلاث أنواع، حاجة اسمها محلول مشبع ومحلول غير مشبع ومحلول فوق مشبع. المحلول المشبع هو محلول يحتوي فيه المذيب أقصى كمية من المذاب عند درجة حرارة معينة. زي مثلا لو جبت كوباية شاي وحطيت فيها معلقتين سكر عند درجة الحرارة بتاعت الغرفة العادية، وكوباية الشاي طبيعي بتكون سخنة، وضغطت السكر معلقتين، السكر هيدوب كله. لكن لو حطيت المعلقة التالتة مش هتدوب، لأن هي اتشبعت بالسكر اللي خدته،
يعني المذيب اللي هو السكر، المذاب اللي هو السكر، كل الجزيئات بتاعته دخلت في المسافات في الفراغات البينية بين جزيئات الشاي والمية اللي موجودة في المخلوط بتاعي، فبالتالي ما عادش في مكان تاني يدخل فيه السكر اللي داخل جديد. أما المحلول غير مشبع بنقول هو محلول يقبل فيه المذيب إضافة كمية أخرى من المذاب خلالها عند درجة حرارة معينة، عند نفس درجة الحرارة. مثلا لو حطينا معلقة السكر الثالثة والقناها دابت، ده معناه إن المحلول بتاعي غير مشبع، يعني ممكن يقبل كمان شوية سكر. طب قبل المعلقة الثالثة وجيت المعلقة الرابعة ما قبلهاش، يبقى المحلول بتاعي في الحالة دي بقى محلول مشبع عند المعلقة الثالثة، المعلقة الرابعة ما يقبلهاش لأن ملهاش مكان. المحلول فوق المشبع بقى هو محلول يقبل مزيد من المادة المذابة بعد وصوله إلى حالة التشبع اللي هي الأولانية. يعني معلقة السكر الرابعة اللي احنا حطيناها هنا وما دابتش وأكدت لي إن المحلول بتاعي بقى محلول مشبع، لو سخنت الشاي هلاقيها دابت في الحالة ديت، بنقول عليه محلول فوق مشبع، يعني أخد أكتر من الكمية اللي ممكن ياخدها في الحالة العادية بتاعته عند درجة حرارة الغرفة. يبقى كده ممكن أحول المحلول بتاعي من محلول مشبع إلى محلول فوق مشبع بخلال بعض الطرق، زي مثلا التسخين أو الذوبان أو التقليب أو غير ذلك. أما المحلول الفوق مشبع ممكن أحوله إلى محلول مشبع العكس بتاع العملية اللي فاتت بطريقتين، حاجة اسمها التبريد. أنا هنا في الطريقة اللي فاتت سخنت عشان أحول من مشبع لفوق مشبع، هنا بقى برده يقوم يتحول من فوق مشبع لمشبع، أو بطريقة تانية اسمها التبلور. والتبلور ديت إن أنا بحط جزء صغير أو بالونة صغيرة من المذيب بتاعي اللي أنا حطيته في المحلول فوق المشبع هنا، تمام؟ فبتجمع جزيئات المذاب الزيادة اللي خليته فوق مشبع أساسا، وبنقوم بنشيل البالونة اللي حطيتها، فبتحول المحلول بتاعي من فوق مشبع إلى محلول مشبع. كده عرفنا إزاي نفرق أنواع المحاليل حسب 3 حاجات اللي قلناهم، اللي هي الحالة الفيزيائية للمذيب، توصيل القدرة على توصيل التيار الكهربي، ودرجة التشبع. طيب احنا عمالين نقول الإذابة والإذاب والمذيب والمذاب والكلام دوت، يعني ايه عملية الإذابة أساسا؟ بنقول إن عملية الإذابة هي العملية اللي بيحصل فيها تفكك تماما لأيونات المذاب اللي هو المادة اللي موجودة بكمية أقل في المحلول، بتتفكك إلى حاجة اسمها أيونات سالبة وأيونات موجبة، أو إلى جزيئات قطبية منفصلة، وكل منها بيحاط بجزيئات المذيب. هنشوف فيديو دلوقتي هيوضح لنا الكلام دوت وهنشرح بالتفصيل عليه. لكن في ملحوظة مهمة جدا لازم نعرفها، إن المواد اللي بتذوب بسهولة في المية بنقول عليها دايما مركبات أيونية قطبية، يعني الروابط في بين جزيئاتها بتكون روابط أيونية. لكن المركبات أو الجزيئات الغير قطبية زي المثان والزيت كلها لا تذوب في الماء بالرغم من إمكانية ذوبانها في البنزين، لأنها غير قطبية، بتكون الروابط بينها روابط تساهمية. تابع معايا الفيديو عشان نعرف يعني إيه عملية الإذابة بتحصل إزاي وهكذا. معايا ده ملح طعام، ده جزيء كمية من ملح الطعام مثلا اللي هو الصوديوم، بيكون عبارة عن جزيئات كلور سالبة وجزيئات الصوديوم الموجبة. هنلاقي إن جزيئات المية اللي هي عبارة عن H2O جزيء أكسجين واتنين هيدروجين بتنزل على جزيئات كلوريد الصوديوم فبتفككها، بنلاقي إن جزيئين الهيدروجين اللي هم الابيض بيخدم جزيء الكلور السالب لان هم اشارتهم موجبه فبيخدم السالب، وهنلاقي ان الجزيء الاحمر اللي هو بتاع الاكسجين بياخد جزيء الموجب اللي هو الصوديوم، وبتتفكك بعد كده. بنلاحظ ان كده بدأ
تماما، عملية التفكك تماما اهو، الجزيئات بدأت تتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة اهو. بقى عندي جزيء أيون موجب لوحده وأيون سالب لوحده. ديت جزيئات هيدروجين اللي هي البيضة مرتبطة بأيون الكلور السالب، وهنا أيونات أو جزيئات المية لكن ناحية، أو جزيئات أو أيونات الأكسجين السالبة هي اللي مرتبطة بالصوديوم الموجب. شفنا الفيديو فهمنا يعني إيه الذوبانية، عملية الإذوبة. طيب يعني إيه الذوبانية بقى؟ عايزين نفهم يعني إيه الذوبانية. الذوبانية هي كتلة المذاب بالجرام التي تذوب في 100 جرام من المذيب لتكون محلول مشبع عند الظروف القياسية. يعني بجيب 100 جرام من المذيب اللي هي المادة الأكثر، وبشوف كتلة المذاب اللي هتدوب في 100 جرام هتكون قد إيه، لكن شرط إن هي ما تكونش أكتر من 100 جرام، لأن دايما المذاب كميته أقل من كمية المذيب. العوامل اللي بتتأثر بيها الذوبانية حاجتين: طبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة. طبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة. هنتكلم عن طبيعة المذاب والمذيب. عندنا قاعدة أساسية بتحكم عملية الذوبان، القاعدة دي بتقول لي الشبيه يذيب شبيهه. الشبيه يذيب شبيهه يعني إيه؟ يعني عندي لو مذيب قطبي، المذيب القطبي هو اللي بيدوب المذيبات القطبية. يعني عشان أدوب مادة قطبية يبقى عندي المذاب هنا قطبي، يبقى لازم أجيب لها مذيب قطبي. لو مادة أيونية لازم أجيب لها مذيب قطبي، زي مثلا ذوبان نترات النيكل اللي هي مادة أيونية في المية اللي هي مذيب قطبي، أو كلوريد الصوديوم اللي هو الملح في المية اللي لسه شايفينها في الفيديو دلوقتي. أما المذيبات غير القطبية بتذيب المذابات، المفروض دي المذابات غير القطبية. يعني المذاب غير قطبي تساهمي مثلا، يبقى لازم اجيب له مذيب غير قطبي، وبنقول عليه عضوي، مذيبات عضوية. زي ذوبان اليود، ذوبان اليود هو مادة غير قطبية في ثاني كلوروميثان اللي هو مذيب عضوي. الحالة الثانية اللي بتأثر في عملية الذوبان درجة حرارة المذيب. بنلاقي إن الذوبانية بتزيد لمعظم المواد الصلبة بزيادة درجة الحرارة، حرارة المذيب. يعني بدليل إن إحنا لو جبنا السكر مادة صلبة في مية وفضلنا نزود سكر، هنلاقي إن في كمية سكر كتير فضلت في كوباية المية في الحرارة العادية. طب لو خدت الكوباية سخنتها بنفس كمية المية وبنفس كمية السكر، هنلاقي إن السكر بتاعي بدأ يدوب في المية، فدرجة الحرارة لما زادت المادة الصلبة بقت عملية الذوبانية ليها الذوبانية لها بقت أعلى من الأول، وبقت أسهل من الأول لأنها بتفكك الجزيئات أو الروابط بين جزيئاتها. نرجع تاني لنقطة طبيعة المذاب والمذيب، ونقول ملحوظة هامة: لو جالي سؤال قال لي علل مثلا اكس مركب اكس لا يذوب في مركب واي، يبقى طبيعي افهم ان الاثنين مش من نفس النوع. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اكس ده مركب قطبي وواي مذيب عضوي، ما ينفعش يذوبه، لازم اجيب له مذيب قطبي زيه، والعكس صحيح، وهكذا. ندرس دلوقتي تركيز المحاليل. تركيز المحاليل، المحلول او المحلول، قلنا ان كل المحاليل هي مخاليط متجانسة، عشان كده بنقول ان مكونات المحلول لا تكون ذات كميات محددة. ممكن انها تحكم في كمية المذاب داخل عينة المحلول بتاعتي، فبالتالي لو كمية المذيب اتأثرت او اتغيرت بتأثر على تركيز المحلول. تمام؟ فيعني مثلا هنا لو عندنا الاخضر دوت هو المذاب، والخط اللي فوق ده بيمثل لي ميه مثلا اللي هي كميه المذيب،
لو لاحظنا هنلاقي ان كمية المية لو كتير في الحالة دي بنقول محلول مخفف، لان كمية المذاب بتكون قليلة جدا بالنسبة للمذيب. اما لو قللنا كمية المذيب وحافظنا على كمية المذاب زي ما هي بنقول عليه محلول مركز، لان كمية المذاب ما بتكونش كتير، ما بتكونش قليلة جدا بالنسبة للمذيب، او كمية المذيب ما بتكونش اكبر من كمية المذاب بكتير جدا. فعندي ثلاث طرق للتعبير عن التركيز، حاجة اسمها النسبة المئوية اول حاجة، وبنحسب النسبة المئوية باستخدام طبيعة المذاب والمذيب. النسبة المئوية بنحسبها حجم الى حجم او كتلة الى كتلة، يعني حجم المذاب على حجم المحلول في 100%، او النسبة المئوية اللي لو حسبناها كتلة في كتلة بتكون بنقول كتلة المذاب اللي هي الكمية دايما قليلة، لان هو ده التركيز، ده بنقول ده التركيز للمذاب على كتلة المحلول في 100. كتلة المحلول بتساوي كتلة المذاب زائد كتلة المذيب. كتلة المذاب اللي هو الكمية القليلة زائد كتلة المذيب اللي هي الكمية. تاني طريقة للتعبير عن التركيز هي المولارية، وبنكتبها ام كابيتال المولارية. لاحظ معايا الفرق بين في حاجة الطريقة التالتة اسمها المولالية، هنعرفها دلوقتي. المولارية من كلمة مول، هي عبارة عن عدد المولات المذابة في لتر من المحلول، يعني عدد مولات المذاب في 1 لتر من المحلول. الوحدة دي بنقدرها بحاجة اسمها المولر أو مول على اللتر، عشان كده الوحدة بتكون ام كابيتال المولارية بتساوي عدد مولات المذاب على حجم المحلول. لتر من المحلول، اللتر هو وحدة حجم، فبنقول ان المولارية عدد مولات المذاب على حجم المحلول، عشان اللتر هو وحدة حجوم. ثالث طريقة المولالية ام سمول، ودي بتكون عدد مولات المذاب لكن مش في حجم المحلول، ده في كيلو جرام من المذيب. عدد مولات المذاب في كيلو جرام من المذيب، هنا بنتكلم عن كتلة، كيلو جرام وحدة كتلة، فالمولالية الوحدة بتاعتها مول على الكيلو جرام. المولالية بتكون عدد مولات المذاب على كتلة المذيب، يبقى المولالية بنتكلم عن عدد مولات المذاب في كتلة المذيب اللي هي وحدة حجم، عشان وحدة كتلة، عشان كده قلنا مول على الكيلو جرام. لكن المولارية عدد مولات المذاب على اللي هو المولز على وحدة حجم اللي هي اللتر، فبنقول دي المولارية. عندنا بعض الأسئلة، تخير الإجابة الصحيحة. المخلوط يتكون من 3 أنواع، الماء والملح مخلوط معلق ولا محلول ولا غروي؟ محلول، لا يمكن فصل مكوناته بالعين المجردة. محلول يقبل مزيد من المادة المذابة بعد وصوله إلى حالة التشبع فوق مشبع. عملية تحدث عندما يتفكك المذاب إلى أيونات سالبة وأيونات موجبة أو إلى جزيئات قطبية منفصلة، عملية الإذابة. قاعدة أساسية تحكم عملية الذوبان وهي الشبيه يذيب شبيهه، صح؟ عملية الذوبان الشبيه يذيب شبيهه، القاعدة الأساسية المفروض الأولانية دي صح. النسبة المئوية حساب التركيز باستخدام النسبة المئوية تبعا لطبيعة المذاب والمذيب، لسه قايلينها دلوقتي، هي صح؟ صح أم خطأ؟ توصيل لتيار كهربي بدرجة كبيرة لأنها تكون تامة التأين، ده المفروض توصيل. الإلكتروليتيات القوية دي صح. عدد المولات المذابة في لتر من المحلول، المولارية صح، لأن أنا بقول في لتر يبقى المولارية. مخلوط متجانس من 200 أو أكثر محلول، محلول مخلوط متجانس، محلول ذات معلق قطبين وغروي صح. احسب النسبة المئوية الكتلية للمحلول الناتج من ذوبان 20 جرام من كلوريد الصوديوم في 180 جرام من الماء.
بيقول لي احسب النسبة المئوية الكتلية، مديني حجم، مديني كتلة المذيب اللي هي 180 جرام وكتلة المذاب اللي هي 20 جرام، نحسب النسبة المئوية بينهم ونقول نسبة المئوية اللي لسه شايفينه.